ان شاء الله ربنا يسهل بكره باذن الله. يعني انا متوقع ان شاء الله يبقى 2-0 لمصر باذن الله. هو ان شاء الله كده يبقى 2-0. ان شاء الله يعني يعملوا ماتش كويس. ان شاء الله مصر تكسب 1-0. طبعا الاداء مش كويس، ونتمنى ان هو يتحسن يعني ان شاء الله. ان شاء الله يعني هنكسب، ممكن تكسب 1-0 ونلعب احسن من الماتش اللي فات. ان شاء الله اتوقع فوز مصر وتحقق نتيجه كويسه، واداء المنتخب ان شاء الله يبقى كويس قدام جزر القمر. لا انا اتوقع ان الاداء يكون جيد وان النتيجه تكون 2-0. ان شاء الله يعني احنا خدنا درس من ماتش كينيا، فاكيد الكابتن حسام هيراعي كل السلبيات اللي هي اتعملت في ماتش كينيا، ويحاول يستفيد بقى من الناس اللي هم ما لعبوش، يعني زي النني والناس اللي كانوا قاعدين على الدكه. والله انا يعني توقعاتي الماتش ان شاء الله باذن الله بالنسبه للنتيجه يعني ممكن نقول 2-0 ان شاء الله للمنتخب باذن الله. والاداء هو الماتش اللي فات كان الاداء ما كان سيء شويه، وبرده اللعيبه كانت بتنزل، يعني شايف ان ما فيش خطه، في لعب عشوائي، ما فيش انسجام، ما فيش هجوميه على الجون اكتر. بس يعني انا اتوقع ان شاء الله يبقى الاداء احسن من كده، يعني بحيث ان احنا نقدر يعني نحسن موقفنا شويه. يعني هو احنا يعتبر صعدنا، بس بنقدر ان احنا نحسن الموقف شويه، بحيث ان ده يعني منتخب مصر يعني صاحب البطولات وصاحب اكبر عدد بطولات. فيعني بنتمنى ان كابتن حسام البدري ان هو يقدر ينظم برضو اللعيبه، كل لاعب يبقى عارف مركزه، ما يبقاش فيه مس باس كتير. اتوقع من حيث النتيجه تبقى النتيجه 3-0، لان الماتش هيبقى مستريح هنا. واتوقع تالق قفشه، لان هو بصراحه يعني فورمه دلوقتي، انا بحس ان هو فورمه دلوقتي وماشي على خطى سليمه. هو مبدئيا اداء اللعيبه ان شاء الله كويس جدا، فانا توقعي هيكون 2-0 باذن الله، مصر هتكسب ان شاء الله باذن الله. والله اهم حاجه فعلا اللعيبه تلعب كويس، افضل من ماتش كينيا، لان هم كانوا مستواهم بصراحه في كينيا مش قد كده، يعني كدفاعا حتى وهجوما. بس ان شاء الله يعني طبعا جزر القمر يعني تاريخها في الكره الافريقيه حاجه يعني مش لا تقارن بمصر يعني، لكن ان شاء الله يعني 2-0 3-0 باذن الله ان شاء الله. الحقيقه انا بتوقع اهم شيء ان الفريق المصري يؤدي اداء مشرف، يرفع بيه رايه مصر قدام فرق جزر القمر والبطوله الافريقيه اهم من النتائج. وطبعا النتيجه مهم جدا، لازم يحافظ على التاهل بتاعه والبروجريس. اتوقع ان الماتش يكون 2-0 لصالح الفريق المصري ان شاء الله. يعني تقريبا ممكن اتوقع يبقى 2-0. واتمنى التمارين تبقى يعني احسن واقوى علشان يبقى الاداء احسن.